بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ أرجو كتابة كلمة واضح إذا كان الصوت واضح. هل الشرائح ظاهرة على الشاشة؟ إذن سوف أقوم الآن بإغلاق المحادثة، وسوف أتيح المجال للأسئلة في نهاية اللقاء الحي إن شاء الله تعالى. سوف نتحدث في هذا اللقاء عن نظرية سلوك المستهلك، واحنا ذكرنا في السابق ان منحنى الطلب يمثل جانب الاستهلاك، وبالتالي فان منحنى الطلب هو خلاصة لدراسة منفعة المستهلك، واي نقطة موجودة على منحنى الطلب تمثل نقطة توازن للمستهلك، ونقطة التوازن للمستهلك عادة ما تحقق اقصى منفعة او اشباع ممكن، وبالتالي المستهلك لا يستطيع ان يحصل على نقاط افضل من النقاط الموجودة على منحنى الطلب، وذلك في حدود دخله وفي حدود الاسعار المعطاة في السوق. عادة عند دراسة سلوك المستهلك نفترض افتراض اساسي وضروري، وهذا الافتراض الأساسي هو أن المستهلك رشيد أو عقلاني، أن المستهلك رشيد أو عقلاني، والمقصود بذلك أن المستهلك يسعى إلى تعظيم منفعته، يعني يحصل على أقصى منفعة أو إشباع ممكن في حدود دخله المتاح وفي ظل الأسعار المعطاة في السوق، أي أن المستهلك يختار بين البدائل المتاحة بطريقة تعظم منفعته أو إشباعه في حدود دخله وأيضا في حدود الأسعار المعطاة في السوق، أسعار السلع والخدمات المعطاة في السوق. هناك طريقتين أو أسلوبين للمنفعة لدراسة. الطريقة الأولى تسمى طريقة المنفعة العددية Cardinal Utility Method. هذه الطريقة تفترض إمكانية قياس المنفعة أو الإشباع كميا أو عدديا، يعني تكون المنفعة قابلة للقياس الكمي، نستطيع قياس المنفعة كميا أو عدديا، وحتى نستطيع قياس المنفعة كميا أو عدديا نستخدم ما يسمى بفكرة فكرة المنفعة الحدية، حتى نستطيع قياس المنفعة كميا أو عدديا نستخدم ما يسمى بهذه الطريقة اللي هي طريقة المنفعة العددية باستخدام المنفعة الحدية. أما الطريقة الثانية فتسمى بطريقة المنفعة الترتيبية Ordinal Utility Method، وهذه الطريقة الثانية تفترض استحالة أو عدم إمكانية قياس المنفعة والإشباع كميا أو عدديا، لا نستطيع بالطريقة الثانية قياس المنفعة كميا أو عدديا، وبالتالي نقوم بترتيب تفضيلات المستهلك. في هذه الطريقة تقوم على ترتيب تفضيلات المستهلك، يعني المستهلك يرتب تفضيلاته، الأفضل فالأقل أفضلية أو الأهم فالأقل أهمية، ولذلك تسمى الطريقة الترتيبية لأن المستهلك يقوم بترتيب تفضيلاته، الأفضل فالأقل أفضلية أو الأهم فالأقل أهمية. وهذه الطريقة طريقة المنفعة الترتيبية نستخدم فيها ما يسمى بفكرة منحنيات السواء، وهذه المنحنيات تعتبر وسيلة أو أداة لتحليل
المنفعة الترتيبية، وطريقة المنفعة الترتيبية هي الطريقة الثانية والتي تعتبر الأكثر استخداما أو شيوعا في الاقتصاد، وتمثل الطريقة الحديثة في دراسة سلوك المستهلك. نبدأ في الطريقة الأولى، نبدأ بالطريقة الأولى وهي طريقة المنفعة العددية أو باستخدام فكرة المنفعة الحدية. فنبحث أو نجد، نحن نبحث في دراسة سلوك المستهلك عن التوازن، عن توازن المستهلك، لأن توازن المستهلك يحقق أقصى منفعة أو إشباع، والمستهلك الرشيد دائما يبحث عن أعلى أو أقصى منفعة أو إشباع في حدود دخله وفي حدود الأسعار المعطاة في السوق. لذلك نحن في الاقتصاد نبحث عن توازن المستهلك، لأن توازن المستهلك يحقق أقصى منفعة أو إشباع في حدود دخل المستهلك وفي حدود الأسعار المعطاة في السوق. فنبدأ بالطريقة الأولى وهي توازن المستهلك باستخدام أسلوب أو فكرة المنفعة الحدية. هناك نوعين من المنفعة، المنفعة الكلية وتسمى Total Utility ويرمز لها بالرمز TU، المنفعة الكلية يرمز بالرمز MU. ما هو تعريف المنفعة الكلية؟ هي إجمالي وحدات المنفعة التي يحصل عليها المستهلك نتيجة استهلاكه لوحدات معينة من السلع، هذا هو تعريف المنفعة الكلية. أما المنفعة الحدية فهي عبارة عن مقدار المنفعة التي تضيفها الوحدة الأخيرة المستهلكة من السلع، أو بمعنى آخر أو بعبارة أخرى هي مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة تغير عدد الوحدات المستهلكة من السلعة بمقدار وحدة واحدة، هذا هو تعريف المنفعة الحدية. طيب كيف نقيس المنفعة الحدية MU؟ المنفعة الحدية تساوي التغير في المنفعة الكلية من السلعة على أو تقسيم التغير في عدد الوحدات المستهلكة من السلع. إذا بدنا نكتب القانون بالرموز نكتبه على الشكل التالي: MU اللي هي المنفعة الحدية تساوي دلتا، دلتا يعني التغير، دلتا المثلث الصغير هذا دلتا يعني التغير، دلتا TU يعني التغير في المنفعة الكلية على دلتا كيو يعني التغير في الكمية المستهلكة من السلع. طب دلتا تيو شو معناها؟ تيو 2 ناقص تيو 1 يعني المنفعة الكلية الثانية ناقص المنفعة الكلية الأولى تقسيم كيو 2 ناقص كيو 1 يعني الكمية الثانية ناقص الكمية الأولى المستهلكة من السلع. خلينا نأخذ مثال على طريقة حساب المنفعة الحدية. الجدول اللي موجود على الشريحة شاي، الكمية المستهلكة تمثل عدد أكواب الشاي. العمود الثاني يمثل المنفعة الكلية TU، أما العمود الثالث فيمثل المنفعة الحدية MU. الأرقام المطلوب، ما هو المطلوب في هذا المثال؟ المطلوب 1 أكمل الفراغات في الجدول أعلى، والفراغات هي الأرقام اللي موجود تحتها خط، الأرقام اللي موجود تحتها خط في العمود الثاني والعمود الثالث هي الفراغات في الجدول، المطلوب إكماله. المطلوب الثاني رسم منحنى المنفعة الكلية TU ومنحنى المنفعة الحدية MU. نبدأ في المطلوب الأول وهو إكمال الفراغات في الجدول. لاحظوا في العمود رقم 2، العمود رقم 2 نجد أن الرقم 11 غير معروف،
كيف نجد الرقم 11؟ معوض في القانون أو معوض تعويض في المباشر في القانون. لاحظوا عندنا هنا TU1، رقم 6 هو المنفعة الكلية الأولى، والرقم 11 هو المنفعة الكلية الثانية. رقم 1 هو Q1 ورقم 2 هو Q2، نعوض في القانون. الرقم 11 مش معروف، معناه مين اللي معروف عندنا؟ المنفعة الحدية MU، المنفعة الحدية MU معروفة اللي هي 5، المنفعة الحدية 5 MU. نكمل القانون، TU2 مش معروف اللي هي 11 ناقص TU1 اللي قبلها معروف اللي هو 6 على Q2 اللي هي 2 ناقص Q1 1. معناه نضرب ضرب تبادل الآن، فبطلع عندك TU11. أو عندنا طريقة أخرى، عندنا طريقة أخرى للحل، إما نعوض في القانون تعويض مباشر أو نطبق الطريقة الثانية عندما يكون الفرق في الكمية 1. انتبهوا كيف نطبق. دائما لما تكون الكمية 1 في العمود الأول، لما تكون الكمية 1 دائما التيو والإميو بيكونوا نفس الرقم، دائما التيو والإميو بيكونوا في السطر الأول نفس الرقم عندما تكون الكمية 1. إذن هذه قاعدة، دائما في السطر التيو بتكون زيها، وإذا أعطانا التيو بتكون الإميو زيها. طيب ننتقل إلى السطر الثاني. السطر الثاني الرقم 11 غير معروف اللي هو التيو. لإيجاد التيو نجمع قطري. كيف نجمع قطري؟ يعني 6 زائد 5 بطلع 11، نجمع قطري. لما التيو تكون مش معروفة نجمع قطري، 6 زائد 5 11، نجمع قطري. إذن عندما تكون المنفعة الكلية غير معروفة، عندما تكون المنفعة الكلية غير معروفة تيو نجمع قطري. لاحظوا هنا الـ11 هي المنفعة الكلية، صح؟ الـ11 هي المنفعة الكلية، حتى نجدها نجمع قطري. كيف بنجمع قطري؟ 6 من السطر الأول زائد 5 من السطر الثاني بيطلع الجواب 11. طيب نفترض انه المنفعة الحدية مش موجودة زي الرقم 4، نفترض ان المنفعة الحدية مش معروفة زي الرقم 4. لما تكون المنفعة الحدية مش معروفة نطرح الثاني من الاول، يعني 15 ناقص 11 بيطلع الجواب 4. اذا خلينا نعيد مرة ثانية، إذا كانت المنفعة الكلية غير معروفة، يعني إذا كان تيو غير معروفة نجمع قطري. زي كيف؟ 6 زائد 5 11، 11 زائد 4 15، 15 زائد 3 18، 18 زائد 2 20، 21 زائد 0 21، 21 زائد ناقص 1 ثاني. إذا كان العمود الثاني غير معروف نجمع قطري. طب إذا كان العمود الثالث غير معروف نطرح الثاني من الأول، يعني 11 ناقص 6 5، 15 ناقص 11 4، 18 ناقص 15 3، 20 ناقص 18 2، 21 ناقص 20 1، 21 ناقص 21 0، 20 ناقص 21 سالب 1. إذا ما هي القاعدة؟ في عندنا ثلاث قواعد. دائما في السطر الأول عند الكمية 1 التيو والإميو بيكونوا نفس الرقم. القاعدة الثانية، إذا كان التيو مش معروف نجمع قطري، وإذا الإميو مش معروف نطرح الثاني من الأول، يعني تيو 2 ناقص تيو 1. ننتقل الآن إلى الرسم. هذا الرسم اللي موجود في أعلى الشريحة هي رسمة التيو اللي هي المنفعة الكلية. الرسم اللي موجودة في الأعلى هي منحنى المنفعة الكلية تيو،
والرسم اللي موجودة في الأسفل هي منحنى المنفعة الحدية MU. كمان مرة، الرسم اللي موجود في الأعلى هي منحنى المنفعة الكلية اللي نرمز لها بالرمز TU، والمنحنى اللي موجود في أسفل الشريحة هذا منحنى المنفعة الحدية MU. هناك علاقة ما بين المنحنيين، ما هي العلاقة؟ هايها موجودة هنا، خلينا نشوف العلاقة. لما تتزايد المنفعة الكلية بمعدلات متناقصة، لما تزيد المنفعة الكلية بمعدل متناقص إلى أن تصل إلى أعلى نقطة، هنا وصلت إلى أعلى نقطة، ثم تبدأ بالتناقص. إذن لاحظوا أنه المنفعة الكلية تتزايد إلى أن تصل إلى أعلى نقطة، ثم تبدأ بعد أعلى نقطة بالتناقص. هذه النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى، هذه الصح الأول. إذن تتزايد المنفعة الكلية بمعدلات متناقصة إلى أن تصل إلى أعلى نقطة، ثم تبدأ بالتناقص. شو معنى بمعدلات متناقصة؟ خلينا نرجع للجدول. معنى معدلات متناقصة، نحظ هنا الكوب الأول منفعته 6، الكوب الثاني منفعته 11، معناه الكوب الثاني كم منفعته؟ 5، لأنه 11 ناقص 5، 11 ناقص 6 5. إذا منفعة الحدية للكوب الأول 6، المنفعة الحدية للكوب الثاني 5، المنفعة الحدية للكوب الثالث 4. إذا تتزايد بمعدل متناقص، لأنه أرقام موجبة، مدام أرقام موجبة معناها تتزايد، بس تتزايد بمعدل متناقص، لأنه كل ما استهلكنا كوب إضافي شو بصير بالمنفعة؟ تتناقص إلى أن تصل إلى الصفر. لما تصل إلى الصفر معناها بنكون وصلنا درجة الإشباع. لما تصبح الأرقام بالسالب معناها هذا ضرر، تناقص، تناقص المنفعة الكلية يعني ضرر. إذا نرجع مرة ثانية، إذا المنفعة الكلية تتزايد بمعدلات متناقصة، شو يعني بمعدلات متناقصة؟ يعني الكوب الأول 6، الكوب الثاني نقص إلى 5، إذا هاي شو بنسميها؟ بمعدلات متناقصة. إذا تتزايد المنفعة الكلية بمعدلات متناقصة إلى أن تصل إلى أعلى نقطة، ثم بعد ذلك تبدأ بالتناقص، ثم بعد ذلك تبدأ بالتناقص. ننتقل إلى النقطة الثانية، المنفعة الكلية اللي موجودة بأسفل الشريحة، شو بنلاحظ؟ إنها تتناقص. المنفعة الكلية الحدية هنا، المنفعة الحدية تتناقص مع تزايد الكمية المستهلكة. كل ما زدنا استهلاك أكواب الشاي، الكمية المنفعة الحدية تتناقص إلى أن تصل إلى الصفر، ثم بعد ذلك تصبح سالبة. لاحظوا، إذن المنفعة الحدية تتناقص إلى أن تصل هنا إلى الصفر، بعدين تصبح سالبة. إذا ننظر إلى الجدول، المنفعة الحدية تتناقص إلى أن تصل لوين؟ إلى الصفر، تصل إلى الصفر ثم تصبح سالبة. لما تصل إلى الصفر معناه درجة الإشباع، وصلنا إلى درجة الإشباع. طب إذا أصبحت سالبة معناه هذا ضرر، السالب يعني ضرر، لأنه صار عندنا أكثر من درجة الإشباع. يعني إذا الشخص يأكل أكثر من درجة الإشباع بصير عنده ضرر، صح؟ سمنة، مرض السمنة، فبالتالي نعبر عنه بالضرر بالسالب. إذا لما المنفعة الحدية توصل صفر معناها بنكون درجة الإشباع ضرر. كيف نعبر عن الضرر؟ بالإشارة السالبة. إذا معناها شو بنلاحظ؟ المنفعة الحدية تتناقص إلى أن تصل إلى الصفر ثم تصبح سالبة. ننتقل إلى النقطة رقم 3، عندما تتزايد المنفعة الكلية نلاحظ أن المنفعة الحدية تتناقص ولكنها موجبة، يعني موجبة فوق الصفر. عندما تتزايد المنفعة الكلية هيها بتزيد، عندما تتزايد المنفعة الكلية شو بنلاحظ؟ المنفعة الحدية
تتناقص لكنها فوق الصفر موجبة. طيب ننتقل للنقطة اللي بعديها. عندما تصل المنفعة الكلية أعلى شيء، عندما تصل المنفعة الكلية أعلى شيء، شو بتكون المنفعة الحدية؟ صفر. هاي النقطة رقم 4 والعلاقة رقم 4. كمان مرة انتبهوا على الرسم. عندما تكون المنفعة الكلية أعلى مستوى لها اللي هي درجة الإشباع، شو بتكون المنفعة الحدية؟ بتكون المنفعة الحدية صفر دائما. هذه قاعدة. عندما تكون المنفعة الكلية أعلى شيء يعني هي درجة الإشباع، بيكون عندنا المنفعة الحدية صفر. النقطة اللي بعديها، عندما تتناقص المنفعة الكلية، هي هنا المنفعة الكلية بتتناقص صح؟ هذا الجزء المنفعة الكلية تتناقص. لما المنفعة الكلية تتناقص المنفعة الحدية بتكون تحت الصفر يعني سالبة. كمان مرة، لما المنفعة الكلية تتناقص، لما المنفعة الكلية تتناقص معناها المنفعة الحدية شو بتكون؟ تحت الصفر سالبة. ننتقل إلى النقطة اللي بعديها. دائما منحنى المنفعة الحدية ينحدر من أعلى، منحنى المنفعة الحدية ينحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين ليعبر عن قانون تناقص المنفعة الحدية. طيب خلينا نعطي شوية أمثلة ونشوفكم استوعبتوا الموضوع ولا لا. عندما تكون المنفعة الكلية عند أقصى قيمة لها، عندما تكون المنفعة الكلية عند أعلى مستوى لها اللي هي درجة التشبع، فإن المنفعة الحدية تكون ألف مساوية للصفر، باء موجبة، جيم بتكون المنفعة الحدية صفر. طيب نأخذ مثال آخر. عندما تتناقص المنفعة الكلية، عندما تتناقص المنفعة الكلية فإن المنفعة الحدية تكون ألف صفر، باء موجبة، جيم سالبة. مين الصح؟ سالبة. يعني عندما تتناقص المنفعة الكلية بتكون المنفعة الحدية سالبة. في عندنا شيء بنسميه قانون تناقص المنفعة الحدية. شو يعني قانون تناقص المنفعة الحدية؟ انتبه، قانون تناقص المنفعة الحدية كل ما زدنا الكمية، لاحظوا هنا، كل ما نزيد الكمية شو صار بالمنفعة الحدية؟ تتناقص. هذا هو المقصود بقانون تناقص المنفعة الحدية. يعني عندما تزيد الكمية المستهلكة من السلعة فإن المنفعة الحدية إيش؟ تتناقص إلى أن تصل إلى الصفر ثم تصبح سالبة. إذن ما هو المقصود بقانون تناقص المنفعة الحدية؟ لما تزيد الكمية المستهلكة من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5 إلى 6 إلى 7، لما تزيد إلك الصفر ثم تصبح سالبة. يعني عندما، هذا هو قانون تناقص المنفعة الحدية، عندما تزداد الكمية المستهلكة من السلعة فإن المنفعة التي تعود على المستهلك تميل إلى ماذا؟ تميل إلى التناقص. خلينا نأخذ مثال. مثال، عندما تزداد الكمية المستهلكة من السلعة فإن المنفعة التي تعود على المستهلك تميل إلى ألف التزايد، باء التناقص، جيم تبقى ثابتة. مين الصح؟ الصح إنها تميل إلى التناقص، أي أن المنفعة الحدية، المنفعة الحدية تتناقص مع زيادة الاستهلاك من السلعة حتى تصل إلى الصفر. ثم لما تصل إلى الصفر بيكون درجة الإشباع. طب إذا نزلت إلى السالب معناها بيكون إيش؟ ضرر. إذا تصل إلى الصفر يعني المنفعة الحدية كل ما زدنا استهلاك السلعة المنفعة الحدية تتناقص إلى أن تصل إلى الصفر اللي هي مستوى الإشباع أو درجة الإشباع.
ودائما احنا قلنا دائما عندما تكون المنفعة الحدية صفر، نرجع للسؤال، عندما تكون المنفعة الحدية صفر شو بتكون المنفعة الكلية؟ عند أعلى مستوى لها اللي هي مرحلة الإشباع. إذا ما هي العلاقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية؟ هينا لخصناها، هنا لخصنا الرسم بهذا الكلام. المنفعة الكلية تصل إلى أعلى مستوى لها عندما تكون المنفعة الحدية كام؟ صفر. المنفعة الكلية تصل إلى أعلى مستوى لها عندما تكون المنفعة الحدية تساوي صفر. إذا مثال، خلينا نأخذ سؤال أو مثال. تصل المنفعة الكلية إلى أعلى مستوى لها اللي هي مستوى التشبع أو الإشباع عندما تكون المنفعة الحدية ألف موجبة، باء سالبة، جيم مساوية للصفر. مين الصح؟ لما تكون مساوية للصفر. طيب العلاقة الثانية، تتزايد المنفعة الكلية عندما تكون المنفعة الحدية موجبة. سؤال، عندما تكون المنفعة الحدية موجبة، عندما تكون المنفعة الحدية موجبة، فإن المنفعة الكلية ألف تتناقص، باء تتزايد، جيم تبقى ثابتة. مين الصح؟ تتزايد. ننتقل إلى العلاقة الثالثة، ننتقل إلى العلاقة الثالثة. تتناقص المنفعة الكلية عندما تكون المنفعة الحدية سالبة. سؤال، عندما تكون المنفعة الكلية، آسف، عندما تكون المنفعة الحدية سالبة، عندما تكون المنفعة الحدية سالبة، فإن المنفعة الكلية ألف تتزايد، باء تتناقص، جيم تبقى ثابتة. مين الصح؟ تتناقص. أو ممكن نعكس السؤال، كيف نعكس السؤال؟ كالتالي، تتناقص المنفعة الكلية عندما تكون المنفعة الحدية ألف موجبة، باء سالبة، جيم صفر. مين الصح؟ الصح عندما تكون المنفعة الحدية إيش؟ سالبة. المنفعة الكلية تيو من استهلاك كوب من الشاي 6، والمنفعة اللي ذكرناها في الشريحة السابقة ميو تساوي دلتا تيو على دلتا كيو، يعني تيو 2 تيو 1 6، معناه 11 ناقص 6 تقسيم الكوب الثاني ناقص الكوب الأول، معناه بطلع الجواب 5. لاحظوا هنا معطينا المنفعة 6 ومعطينا المنفعة كمان 11. المنفعة 6 هي المنفعة الأولى، المنفعة الكلية الأولى، يعني تيو 1، والمنفعة الكلية 11 هي المنفعة الثانية، يعني تيو 2، وعندنا كوب وكوبين. إذا نطبق القانون، تيو 2 يعني المنفعة الكلية الثانية اللي هي كم؟ 11 ناقص تيو 1 المنفعة الكلية الأولى اللي هي 6 تقسيم الكمية الثانية ناقص الكمية الأولى، يعني الكوب الثاني ناقص الكوب الأول، بطلع الجواب 5. ننتقل الآن إلى قيود اللي تواجه المستهلك عند شرائه للسلع، يعني عند شراء المستهلك لأي سلعة ودفع ثمن لها لابد أن يواجه قيدين أساسيين. هذول القيدين هما الدخل والأسعار. الدخل والأسعار شو يعني؟ الدخل يعني أنه المستهلك دائما بيكون دخله محدود وثابت. المستهلك دخله محدود وثابت ولا يستطيع أن يشتري بأعلى من دخله. يعني نفترض الشخص راتبه 5000 ريال، إذا دخله محدود وثابت وبالتالي لا يستطيع أن يشتري أكثر من 5000 ريال لأنه راتبه 5000 ريال. إذا دائما الافتراض الأول، نفترض أن الدخل المستهلك محدود وثابت ولا يستطيع أن يشتري بأعلى من دخله. الافتراض الثاني أو القيد الثاني، الأسعار. نفترض أن المستهلك لا يستطيع تغيير الأسعار، المستهلك أو المشتري لا يستطيع تغيير الأسعار. لماذا؟ لأنه مين اللي بيحدد الأسعار؟ العرض والطلب في السوق.
العرض والطلب في السوق هو اللي بيحدد الأسعار، وبالتالي المستهلك لا يستطيع التأثير على الأسعار بمفرده. إذا ما هي القيود التي تواجه المستهلك عند شرائه للسلع؟ الدخل عاملين، قيدين أساسيين اللي هم الدخل والأسعار. ننتقل الآن إلى توازن المستهلك. دائما توازن المستهلك ماذا يحقق لنا؟ دائما توازن المستهلك يحقق أقصى منفعة أو إشباع ممكن، ولذلك نحن نبحث دائما عن التوازن. لماذا؟ لماذا نبحث عن التوازن المستهلك؟ لأن توازن المستهلك يحقق للمستهلك أقصى منفعة أو إشباع ممكن في حدود دخله وفي حدود الأسعار المعطاة في السوق. طيب ما هي شروط توازن المستهلك؟ في عنا عدة حالات لما نشتري سلعة واحدة ولما نشتري أكثر من سلعة، يعني في شروط للتوازن في حالة سلعة واحدة وفي شروط للتوازن في حالة أكثر من سلعة. ما هي شرط توازن المستهلك في حالة أن المستهلك ينفق جميع دخله على شراء أو استهلاك سلعة واحدة؟ الشرط هو المنفعة الحدية للسلعة يساوي منفعة المبلغ المنفق على الوحدة الواحدة. المبلغ يعني مدام هنا في المملكة العملة الريال، بدال ما نقول منفعة المبلغ بنقول منفعة الريال. طب لو كنا موجودين في أمريكا بنقول منفعة الدولار، لو كنا موجودين في الكويت بنقول منفعة الدينار، يعني منفعة المبلغ بعملة الدولة اللي موجودين فيها. ففي المملكة لما نكون في المملكة بنقول منفعة الريال لأن عملة المملكة هي الريال. إذا معناه المنفعة الحدية للسلعة شو تساوي؟ بدال منفعة المبلغ بنقول منفعة الريال ضرب ثمن السلعة. إذا منفعة إذا ينفق جميع دخله على شراء سلعة واحدة، شرط التوازن هو منفعة الريال الواحد يساوي المنفعة الحدية للسلعة تقسيم ثمن السلعة. إذا بدك تكتبها بالرموز MU على B، MU تقسيم B، الMU يعني المنفعة الحدية للسلعة، تقسيم B يعني ثمن السلعة، وهذا سلعة واحدة. إذا ما هو شرط توازن المستهلك في حالة سلعة واحدة؟ هذا هو منفعة الريال الواحد يساوي المنفعة الحدية للسلعة تقسيم ثمن السلعة. إذا بدك تكتبها بالرموز MU تقسيم B. MU يعني إيش الMU؟ يعني المنفعة الحدية للسلعة، والB ثمن السلعة. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية، في حالة أن المستهلك ينفق دخله على شراء أكثر من سلعة، يعني ممكن سلعتين مثل السلعة X والسلعة Y. الحالة الثانية توازن المستهلك في حالة أنه ينفق جميع دخله على شراء أكثر من سلعة، يعني ممكن سلعتين أو أكثر. خلنا نفترض أنه في حالة سلعتين X و Y، السلعة X والسلعة Y، ما هو شرط التوازن؟ شرط التوازن هو المنفعة الحدية للسلعة X تقسيم ثمن السلعة X يساوي المنفعة الحدية للسلعة Y تقسيم ثمن السلعة Y. طب إذا بدي أكتبهن بالرموز، هذا القانون، إذا بدي أكتبه بالرموز إيش بقول؟ MU X تقسيم BX يساوي MU Y تقسيم BY. يعني الكلام اللي مكتوب هنا إذا بدي أحوله للرموز يتحول بهذه الطريقة، المنفعة الحدية للسلعة X MU X تقسيم ثمن السلعة X BX يساوي المنفعة الحدية للسلعة Y MU Y تقسيم ثمن السلعة Y BY. يعني MU X هي عبارة عن مين؟ MU X هي عبارة عن المنفعة الحدية للسلعة X، وBX هي ثمن السلعة X، MU Y هي المنفعة الحدية للسلعة Y، وBY هي ثمن السلعة Y. هناك شرط ثاني لتوازن المستهلك، هذا الشرط الأول اللي ذكرناه، هذا هو الشرط الأول، هذا الشرط الأول. هناك شرط ثاني لتوازن المستهلك
ويسمى الشرط التكميلي، والهدف منه التأكد انه حلنا صح او خطأ. طيب الشرط الثاني، ما هو الشرط الثاني لتوازن المستهلك؟ رح نذكره بالكلام ثم نحوله الى رموز. الشرط الثاني هو دخل المستهلك محدد وثابت زي ما اتفقنا، وسوف ينفق جميع دخله على شراء السلعتين اكس وواي، ويجب الا يزيد انفاقه عن دخله. يجب زي ما ذكرنا في البداية، يجب الا يزيد شراؤه او انفاقه عن دخله المحدد والثابت. طب ما هو شرط التوازن؟ دخل المستهلك يساوي الانفاق على السلعة اكس زاد الانفاق على السلعة واي. طيب الانفاق على السلعة اكس، كيف بنحسب الانفاق على السلعة اكس؟ ثمن السلعة اكس ضرب الكمية المستهلكة منها. طب الانفاق على السلعة واي كيف بنحسبه؟ ثمن السلعة واي ضرب الكمية المستهلكة منها. طب اذا بدي احول هذا الكلام الى رموز، بقول كالتالي: اي اللي هو الدخل، اي اللي هو دخل المستهلك يساوي بي اكس ضرب اكس. بي اكس ضرب اكس يعني شو؟ يعني بي اكس ضرب اكس يعني سعر السلعة اكس ضرب كميتها، زائد بي واي ضرب واي يعني ثمن السلعة واي ضرب كميتها. هذا المعادلة شو بنسميها؟ او الشرط الثاني، الشرط الثاني للتوازن بنسميه معادلة قيد الميزانية او معادلة خط الدخل. كمان مرة، الاي شو المقصود بالاي؟ دخل المستهلك. البي اكس ثمن السلعة اكس، الاكس كمية السلعة اكس، البي واي ثمن السلعة واي، والواي كمية السلعة واي. خلينا ناخذ مثال على هذه القوانين. المطلوب اشتق منحنى الثلاث ريال، ثلاث وحدات. منفعة الريال لأحمد كم؟ ثلاث. دخله كم؟ 13 ريال. وسعر السلعة اكس مرة 3 ريال ومرة ريالين. اذا ما هو المعطى بالسؤال؟ المعطى بالسؤال منفعة الريال لأحمد 3. منفعة الريال لأحمد 3. دخله كم؟ 13 ريال. سعر السلعة كم؟ سعرها مرة 3 ريال ومرة ريالين. معطينا هذا الجدول اللي موجود امامكم على الشريط. ما هو المطلوب؟ المطلوب ارسم او اشتق السلعة الواحدة اللي اخذناها في الشريحة السابقة، اللي هو منفعة الريال الواحد يساوي المنفعة الحدية للسلعة على ثمن السلعة، يعني MU على B. احنا كم سعر عندنا في السؤال؟ في عندنا سعرين، السعر 3 ريال والسعر ريالين. شو بنعمل؟ بنقسم الميو مرة على السعر 3 ريال، ومرة بنقسم الميو على السعر ريالين. طب ليش قسمناه على 3؟ لأنه معطينا هو سعرين، سعر 3 وسعر 2. معناه نضيف سطرين للجدول، ميو على 3. ليش ميو على 3؟ لأنه السعر الأول 3 والسطر اللي بعديه ميو على 2. ليش عندنا 2؟ لأنه عندنا السعر 2، يعني ميو على السعر 3 وميو على السعر 2. وين الميو؟ الميو هي السطر الثاني. نقسمها على السعر 3. 21 تقسيم 3 7، 15 تقسيم السعر 3 5، 9 تقسيم السعر 3 3، 7.5 تقسيم 3 2.5، 6 تقسيم 3 2. يجي للسطر الأخير، شو بنعمل بالسطر اللي بعديه؟ نقسم على 2، بدل 3 نقسم على السعر 2. يعني 21 تقسيم 2 10.5، 15 تقسيم 2 7.5، 9 تقسيم 2 4.5، 7.5 تقسيم 2 73، 6 تقسيم 2 3. يعني مرة بنقسم السطر الثاني اللي هو ميو، السطر الثاني في الجدول اللي هو ميو، مرة بنقسمه على السعر 3 وبنطلع السطر رقم 3، ومرة بنقسمه على السعر 2 وبنطلع السطر الأخير اللي هو الرابع.
انتبهوا علي الآن. هو معطينا منفعة الريال لأحمد كم؟ معطينا بالسؤال بالأعلى، معطينا منفعة الريال لأحمد كم؟ ثلاث. باجي ببحث في السطر الثالث عن الرقم ثلاث، وببحث في السطر الرابع عن الرقم ثلاث. ليش بحث عن الرقم ثلاث؟ لأنه أعطانا بالسؤال إنه منفعة الريال لأحمد كم؟ ثلاث. مدام أعطانا في السؤال منفعة الريال لأحمد ثلاث، شو بعمل؟ باجي على السطر هذا ببحث عن الرقم ثلاث، وباجي على السطر اللي بعده ببحث عن الرقم ثلاث اللي هو نفس الرقم اللي أعطانا إياه بالسؤال اللي هو منفعة الريال لأحمد ثلاث. طيب الآن هذه الثلاث كم كميتها؟ لأنه السطر الأول هو الكمية، ثلاث الأولى هذه كم كميتها؟ أربعة، والثلاث الثانية كم كميتها؟ ستة. إذا لما يكون عندنا السعر ثلاثة ريال، لما يكون عند السعر ثلاثة ريال معناه الكمية كم بتكون؟ أربعة. طب لما يكون عندنا السعر ريالين الكمية بتكون كم؟ ست. إذا عند السعر ثلاثة ريال الكمية أربعة، وعند السعر ريالين الكمية ست. بعيد مرة ثانية، هو أعطانا بالسؤال منفعة الريال لأحمد كم؟ ثلاث. أعطانا بالسؤال منفعة الريال لأحمد ثلاث، ببحث في السطر الثالث عن الرقم ثلاث، هذا هو التوازن، نقطة التوازن ثلاث، وببحث عن السطر الرابع عن الرقم ثلاث، هاي نقطة التوازن لما كان السعر ريالين. إذا التوازن لما كان السعر ثلاث ريال كم؟ ثلاث. والتوازن لما كان عندنا السعر ريالين هنا. باجي الآن لما كان عند السعر ثلاثة ريال كم الكمية؟ أربعة. لما كان عندنا السعر ريالين كم الكمية؟ بطلع فوق عند الكمية ست. معناها الآن بحولها كالتالي، إذا لما كان عندنا باجي برسم ثلاثة ريال صح؟ أنا عند السعرين ريالين وثلاثة ريال، عندما كان السعر ريالين كم الكمية كانت طلعتها من الجدول؟ ستة. لما كان السعر ريالين الكمية كانت ستة، ولما كان السعر ثلاثة ريال الكمية كانت أربعة. بوصل بين النقطتين بحصل على منحنى الطلب لأحمد. كمان من وين طلعت هذه الأرقام؟ من الجدول. لما كان السعر ثلاث، لما كان السعر ثلاث كم الكمية؟ أربعة. لما كان السعر ريالين كم الكمية؟ ستة. معناه برسم هذا الكلام، لما كان عند السعر ريالين الكمية كانت ستة، لما كان عند السعر ثلاثة ريال الكمية أربعة. بوصل بين النقطتين بحصل على منحنى الطلب لأحمد. نكتفي بهذا القدر، وسوف أتيح المجال الآن. هل هناك أسئلة؟ المجال مفتوح الآن للأسئلة إن كان هناك أسئلة. هل هناك أسئلة؟ كمان مرة المثال الأخير نعيده؟ كمان مرة. انتبهوا كيف حلينا المثال الأخير. نرجع للمثال. عندنا قانون، قانون منفعة الريال الواحد شو تساوي؟ المنفعة الحدية للسلعة على ثمن السلعة. كم ثمن عندي أنا؟ عندي ثمنين. لما كان السعر ثلاثة ريال ولما كان السعر اثنين ريال. الأميو معطاه هيها بالسؤال. الأميو هذا معطاه بالسؤال. هاي. الأميو معطاه بالسؤال. كم سعر عندي أنا؟ سعرين، ثلاثة ريال واثنين ريال. مرة بقسم السطر الثاني هذا، مرة بقسمه على ثلاثة ريال، ومرة الثاني بقسمه على ريالين. تمام؟ السطر هذا السطر الثاني بالجدول معطيني إياه هذا بالسؤال. كم سعر معطيني؟ ثلاثة ريال واثنين ريال. هذا السطر مرة بقسمه على ثلاثة ريال، على السعر ثلاثة ريال، ومرة بقسمه على السعر ريالي. الآن بعد ما طلعت السطر الثالث والسطر الرابع معطيني هو بالسؤال منفعة الريال لأحمد كم؟ ثلاثة. ببحث عن الرقم ثلاثة في الجدول في السطر الثالث
وبردحت عن الرقم 3 في السطر الرابع. طب السطر الثالث هذا لما كان السعر 3 ريال معنا كم كميته لما كان السعر 3 ريال؟ 4. طيب السطر الرابع هو ايش؟ لما كان السعر ريالين كم الكمية؟ 6. اذا برسم خلص عند السعر ريالين الكمية 6 وعند السعر 3 ريال الكمية كم؟ 4. بوصل بين النقطتين فبحصل على منحنى طلب احمد. هل هناك اسئلة؟ بيجي اول سطرين في الجدول هاي زي ما هون، هذا اول سطرين في الجدول، اول سطرين معطيات في السؤال. مين بدي اوجد؟ السطر الثالث والسطر الرابع. بوجد السطر الثالث والسطر الرابع. كيف بوجد السطر الثالث؟ بقسم على السعر 3. كيف بوجد السطر الرابع؟ بقسم على السعر 2. هل هناك أسئلة؟ اللي مش فاهم يستطيع أن يشاهد المحاضرة ضمن المحاضرات المنتهية في أي وقت. تستطيع أن تشاهد المحاضرة مرة أخرى ضمن المحاضرات المنتهية في نظام تدارس في أي وقت. تستطيع أن تفتح نظام تدارس وتختار المحاضرات المنتهية وتحضر المحاضرة مرة ومرتين وثلاث قد ما بدك في أي وقت تشاء. لا الكلمات الإنجليزية غير مطلوبة، بس الرموز، الرموز مطلوبة. لما نقول تيو ميو مطلوب. رح نأخذ كمان اللقاء القادم رح نأخذ أمثلة، رح نأخذ أمثلة إضافية. نعم وكمان رح ننزل تمارين تكاليف، رح ننزل تكليفات في المستقبل إن شاء الله. احنا قلنا في نهاية اللقاءات الحية في آخر لقائين رح نلخص القوانين في المقرر ونأخذ تمارين عليها. في آخر لقائين في المقرر رح نلخص كل القوانين ونأخذ عليها تكليفات وتمارين. هل بقي هناك أسئلة؟ كويس. اللي سأل الدخل ماذا نستفيد منه؟ رح نأخذ تكاليف في المستقبل، قلنا رح نأخذ تكاليف على كل القوانين في المستقبل في آخر لقائين. طيب ما هو الهدف من الدخل؟ احنا هو الدخل كم أعطاني؟ اللي سأل السؤال هذا ممتاز، أعطاني الدخل كم؟ 13 صح؟ شو الهدف؟ انه أتأكد انه حلي صح أو خطأ. كم أعطاني الدخل؟ هو 13. إذا باجي بتأكد ان الأرقام اللي أوجدتها بطلع الدخل 13 ولا لا؟ هنا قلت كم الكمية هنا؟ 4 صح؟ لما السعر كان 3 كم الكمية؟ لما كان السعر 3 كم الكمية؟ 4 صح؟ لما السعر 2 كم الكمية؟ 6. هنا الدخل المفروض 12 في خطأ طباعي، الدخل هنا المفروض في خطأ طباعي، هنا الدخل 12 وليس 13، صححوا عندكم. هنا الدخل في خطأ طباعي، الدخل 12 هنا. الدخل هو 12 وليس 13. طيب الآن باجي بضرب السعر 3، مش هنا السعر 3 في 4، السعر 3 في 4 كم بطلع الجواب؟ 12. طيب لما كان السعر 2 كم الكمية؟ 6. 2 في 6 بطلع الجواب 12. يعني الهدف من الدخل انه اتأكد حلي صح او خطأ. كيف بتأكد؟ عند السعر 2 كم الكمية؟ عند السعر 2 كم الكمية؟ 6. اذا 2 في 6 12 اللي هو الدخل. طب لما يكون السعر 3 كم الكمية؟ 4. 3 في 4 12. معناه لازم يطلع الجواب نفس الدخل المعطى في السؤال، بس هنا في خطأ، المفروض هنا مكتوب الدخل 12 وليس 13. واضح الآن؟ اللي سأل الدخل ماذا نستفيد منه؟ نستفيد من الدخل حتى نتأكد انه حلنا صحيح او خطأ. هنا قلنا الدخل 12، الدخل هنا كم؟ 12. باجي بشوف الكميات اللي اوجدتها، الدخل 12 ولا لا؟ اضرب 2 في 6 12، 3 في 4 12، معناه حلي صحيح لانه الدخل طلع 12 نفس اللي معطى بالسؤال. واضح؟
نكتفي بهذا القدر. وأيضا زي ما قلنا من ميزة من مزايا التعليم عن بعد أن الطالب يستطيع أن يشاهد اللقاء الحي أكثر من مرة، يستطيع أنه يشاهد ضمن المحاضرات المنتهية، وهذه ميزة من مزايا التعليم عن بعد، تستطيع أنك تشاهد اللقاء الحي ضمن المحاضرات المنتهية في أي وقت تشاء في نظام تدارس. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.